منذ أيام تعمل هذه الآلية المصرية دون توقف في محاولة للوصول إلى مداخل الأنفاق الممتدة تحت الحدود الفلسطينية المصرية. يقول الفلسطينيون إن حملة جديدة بدأها الجيش المصري لإغلاق الأنفاق بدأت تؤثر على عملهم، خاصة وأن أساليب جديدة يجري استخدامها في ردم الأنفاق. وهذا أحد الأنفاق التي توقفت عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إغراقه بالمياه من قبل الجانب المصري. العمال الذين كانوا ينشغلون في السابق بنقل البضائع باتوا الآن منشغلين بنقل المياه من داخل النفق إلى حفرة مشابهة لهذه الحفر التي تنتشر على بوابات أو مداخل الأنفاق التي تعرضت للإغراق بالمياه خلال الأيام القليلة الماضية. بعض الأنفاق الأخرى جرى إغلاق فوهتها بالتراب من الجانب المصري، فتوقفت هي الأخرى عن العمل، وباتت مراقبة عمل الآليات المصرية الشغل الشاغلة لمن كانوا يعملون بها. الحديث إليهم لم يكن سهلا، ومن وافق على الظهور أمام الكاميرا اشترط إخفاء ملامحه وعدم ذكر اسمه. لا يوجد مجال عمل في قطاع غزة سوى الأنفاق. العمال الأنفاق يضحون بحياتهم، كل يوم العمال بتموت في الأنفاق عشان لقمة العيش، والآن هم يقومون بإغلاقها لزيادة عدد البطالة وزيادة الأزمة في قطاع غزة. حتى اللحظة يقتصر استخدام الأساليب الجديدة لردم الأنفاق على منطقة حي السلام في مدينة رفح، ومن غير المعروف إن كانت حملة الجيش المصري ستصل إلى معظم مناطق الأنفاق التي لا تزال تمد قطاع غزة بجزء كبير من احتياجاته اليومية. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.